السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدأ الفيديو كده، عايز تصلوا على النبي وتنزلوا بقى حالا تعملوا لايك واشتراك للفيديو دوت، علشان في الفيديو دوت هنفتح باكيجات السبيشال. نزل سكن الجديد اللي هو سكن السبيشال، وشفت منظره كده من جوه، هتلاقوه منظره جامد فحت. ضافوا له كده بتاع اخضر بيطلع من جسمه وحاجات زي الفل، فهنحاول نجيبه. هو يعني في نسبة عالية ان هو يطلع، نسبته اكتر نسبة 4%. لا، في كمان هنا 4.44%، مش اعلى واحد، بس في فرصة ان شاء الله يعني. يلا نجرب، بسم الله. بس قبل ما نجرب نرستر اللعبة كده علشان يوصل لنا الجواهر. رسترنا اللعبة، ويلا بقى نفتح اول باكج نشوف بس عاملة ازاي يعني. نفتح واحدة ونشوف، ونعمل كمان التركاية اللي انتوا عارفينها، خليها على 10 ونرجع واحدة وندوس نشوف يعني عاملة ازاي، بتجيب سبيشال ولا صعب ولا ايه نظام. طلع الاخضر، الاخضر ده اعلى اصلا نسبة، شوفوا كده اعلى نسبة اسكنات الخضراء، بعديها على طول السبيشال. يعني باذن الله ممكن يجي في 700 دول، يعني اول 700 ان شاء الله ايه نحاول نجيبهم. بس انا عاوز افتح التلاتة دول على السريع. ادي واحدة، ادي الثانية، وادي الثالثة. طبعا الشاشة زي ما انتوا شايفينها كده مش كاملة، علشان الشاشة التعبانة اللي انا بصور بيها، بس بإذن الله قريب هقدر ان شاء الله اجيب شاشة كبيرة. مش عارف قريب قد ايه الصراحة، ممكن الموضوع يطول، الله اعلم. يلا نفتح ثلاثة ونشوف، بسم الله. يا رب بقى يجي على طول وما يتعبناش. خلاص بقى الاخضر عرفنا ان هو اكبر نسبة، بس مش على طول يعني. خشوا بقى في النسبة اللي بعديها. تمام، يلا بقى. يا سلام لو جالي سبيشال، يا رب. ثلاثة، اتنين اخضر ولا ثلاثة كده؟ يا نهار ابيض، التلاتة من نسبة من الاخضر. ماشي، عرفنا ان هو اعلى نسبة بس مش للدرجات دي يعني. نفتح واحدة، نعمل التركاية بتاعتنا، نخليها على 10 ونرجع واحد وندوس. يا رب بقى المرة دي، بسم الله. انا متفائل ان شاء الله سبيشال، ان شاء الله سبيشال. يا رب يا رب، والله كانت قريبة يا صديقي. بإذن الله هيجي، بس هو المشكلة طالما ما جاش المرة دي أعتقد إن هو مش هيجي تاني يعني. خلاص كده نجرب التريكاية مرة تانية. 10، 1، يلا بسم الله. يا رب يا رب يا رب. ادعوا يا شباب، مش عايزين نخلص الجواهر على سكن واحد. ماشي، متوقع. نجرب حظنا مرة تاني، بسم الله. يلا إن شاء الله الأمل فيه، أنا متفائل متفائل. يا رب بقى. طب نعمل إيه طيب؟ نلبس لهم سكين سبيشال زيه، وهو لبسنا سبيشال ده. هو خلي بالكم نفس السكين، بس مقلعين له اللبس، فبيه سكيلتون كده. يلا يا معلم، بسم الله. ان شاء الله هي دي. يا رب مش جايه. طيب يا لهوي، شوف الجواهر خلصت ازاي. يلا ماشي، بسم الله. يا رب بقى. خلاص طالما عدى كده، شفتوه عدى، مش هيجي ده. عايزه كده اللفه ما يكونش جاي فيها سبيشال، وهتلاقيه واقف عند السبيشال ان شاء الله. شوفوا ازاي يعني، نجرب اتنين المرة دي، بسم الله. يعني طول ما انت مش شايف سبيشال، تمام. ايوه تمام كده، الدنيا ماشية تمام. كمل. تمام، بتلف سريع، خلي بالك اهو. بس خلاص كده مش جاي. نعمل ايه؟ طب نعمل ايه كده؟ الفلوسات خلصوا، ملهاش اي لازمة العجلة دي. شوف تلف كده، مفيش اي حاجة فيها. ما علينا، نجرب مرة تاني، بسم الله. الطريقة بتاعتنا، 10، 1، خش بيها. يا رب هي دي بقى. طول ما انا مش شايفينه تمام، بس طالما عدى خلاص مش هي. بسم الله. يلا يلا يا رب يا رب. طول ما انا مش شايفينه تمام. ايوه يا عم، وافي. طب ايه طيب، ده انا كده مش عارف اشارك بطولات. انا هحاول اخلي معايا 200 بس، خلي معايا 200 والباقي ايه نصرف. يلا بسم الله.
نسبته 4%، 4% وجالس كميات كتير وهو مش راضي يجي. يا نهار ابيض. يلا اخر واحدة دي، ان ما جاش خلاص نعمل حركة برضو التعبانة. بسم الله يا رب بقى يكون ختامها مسك ان شاء الله. انا اجرب الف دي اخر مرة كده واشوف. يلا هي دي الامل. بسم الله، كل يقول يا رب، كل يقول يا رب يا شباب. يلا دي بحظ الشاشة. لا لو بحظ الشاشة يبقى مش هيجي حاجة، بس نشوف. بس مفيش حاجة طالما انا قلت بس كده الجواهر خلصت، مينفعش اني الف اصلا يا عزيز فلس يا شباب. برضه اصل انا مش بلعب بطولات كتير، يعني الفترة اللي عدت دي اكتر من كام بطولة شغالة تيجي وبرضه ما بلعبهاش. بس عادي عادي، كل ده بإذن الله يتجمع. هو بس فاضل كام يوم عشان أكون عارف؟ فاضل 6 أيام. وأنا الأجازة بتاعتي يوم 26. يا حلاوة، يعني الأجازة تيجي من هنا والعرض يروح من هنا. مش هلحق حتى إن أنا أجمع عشان أجيب الجواهر دي. خلاص تعالى نلعب كده جيم بالسكن دوت، إن هو يعتبر شبهه بس إيه متغطي. معانا مين في الجيم؟ مفيش حد جايبه، كله بيلعب بالأرنبة دي. أنا برضو خدت سكن الأرنبة ده، ممكن اجربه بعد الجيم ده اللي هو السكين الفري ده. اوكي ماشي. تعال يا زميلي. يا نهار ابيض، ماب كرة، ماب الكرة اعتزلتها من زمان. يلا اخر مابا ليزر. بسم الله. يلا بص هموتهم لكم كلهم بالكيك السريع. شوف يلا كده، تعالى يا ليزر، تعالى انت كده اول واحد بعد اذنك. يلا التاني، فين التاني؟ تعالى كده تاني واحد، كله هياخد كيك سريع. تعالى كده، ايوه اللي بعديه، تعالى كده، تعالى كده انت، كله هياخد كيك سريع. تعالى كده انت التاني، يلا يلا تعالى تعالى، متخافش خد كيك مش سريع يا عم. اي خدمه. لا انا قلت هموت كل كيك سريع صح. تعال انت كيك سريع بقى. لا انت لازم تموت كيك سريع. يلا تعال تعال يا زميلي. طب ماشي، تعال. هتروح فين يا زميلي؟ ونبي ما تخسرش لوحدك عشان عاوز اموتك كيك سريع. لا يعني انا اقول لك ما تخسرش لوحدك تخسر يا راجل، مش كده. ماشي طب تعالوا بقى نجرب السكن بتاع الارنبة ده، وانا من ساعة ما خدته ما جربتوش. بص عامل ازاي، سو كيوت. طيب اول ما بالبنت سبلاش، ليتس جو. واحد مع السكن هو شايفينه. يلا عقبالنا. ماشي اسم امي ام تي ام مش عارف ايه كده. تعال انا لازم اضربه. تعالى مش عارف هو لهبش معايا، انا مش هسيبه. تعالى كده، ده معاك كيك يا ابن اللذينة. يلا خد دي او هيجي يضربني دلوقتي. بصوا يا عبيط، تعالى حظك. فلت تعالى خش جوه. يلا تاني راوند، سبينجو راوند. والواد اللي ده في اتنين كمان معاهم السكين. يا نهار ابيض، والله السكين سهل الجاب وكان هيجيلي مرة بس
مش عارف ليه العجلة وقفت كده. يا عم عادي يا عم، ماشي اوكي. خنزر عليهم ولا سيبهم؟ صراحة كده انا عاوز اخنزر. او مع السلامة انتوا الاتنين. لا الو 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 الو، ايه اللي حصل ده؟ ده انا نزلت اتحشرت في البلوكتين ورحت وسطيهم. والله يعني لعبة مجلتشة، شفتوا؟ والله حرام اللي حصل ده، لعبة مجلتشة. ضربت الواد بوكس وفي الآخر لقيت نفسي اخترقت البلوكات دي، ولا مش عارف اسمها ايه، الطبقات دي. عادي يلا، المهم بقى لو عجبك الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك، عاوزين نوصل 10,000 في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.